شتاء قاس ستشهده الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام، حيث حذرت السلطات هناك من أن جزءاً كبيراً من الولايات المتحدة ستشهد انقطاعاً بالتيار الكهربائي هذا الشتاء، في وقت تعاني البلاد من نقص بإمدادات مصادر الطاقة بحسب ABC ديترويت. يترافق ذلك مع توقعات مقلقة مفادها أن عاصفة شتوية جامحة تجتاح مناطق البحيرة العظمى على الساحل الشرقي للولايات المتحدة ستتسبب في دفن غرب نيويورك تحت كمية قياسية تقريباً من الثلوج، وذلك بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك عن وسائل إعلام أمريكية، الأمر الذي يهدد بشل الحياة في جزء كبير من المنطقة. وفي هذا الإطار تشير التقديرات إلى أن الثلوج ستغطي ما بين 3 و4 أقدام، ما يقارب ارتفاعه 1 و1.2 متراً من منطقة بوفالو بحلول ليلة الأحد، مع ارتفاع يصل في بعض المناطق إلى 6 أقدام وفقاً لمسؤولي الولاية وخبراء الأرصاد الجوية حسب ما نقلت وكالة بلومبرغ. كما أوضحت أن الثلج سيتساقط بمعدل يبلغ نحو 3 بوصات في الساعة ابتداء من مساء الخميس، حيث أكد كبير خبراء التنبؤ في مركز التنبؤ بالطقس في الولايات المتحدة مارك تشينارد أن بعض المناطق ستشهد مستوى قياسي من تساقط الثلوج. بالمقابل أعلنت حاكمة نيويورك كيثي هوشل حالة الطوارئ في 11 مقاطعة، وفي وقت ستغلق مدارس بوفالو العامة يوم الجمعة ستحظر حركة المرور التجارية من الطريق السريع 90 في غرب نيويورك بدءا من الساعة 4 مساء. من هنا قالت هوشل: نجد أنفسنا مرة أخرى مع عاصفة كبيرة في طريقنا، عندما تنخفض بهذا المعدل يكاد يكون من المستحيل إخلاء الطريق لجعل السفر ممكنا. يذكر أن دائرة الأرصاد الجوية الوطنية حذرت سائقي السيارات من حزم إمدادات الطوارئ والاستعداد للبقاء عالقين في حالة نزولهم الطريق خلال ذروة العاصفة، حيث ستؤدي الثلوج القوية إلى خفض مستوى الرؤية إلى الصفر في بعض المناطق، كما أنه من المحتمل أن تطيح حالة الطقس بخطوط الكهرباء مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي.